انت بتعمل ايه يا هيمه؟ احنا محجوجين ليك، حجك علينا يا واد الناس، ونحب على راسك كمان، بس سيبنا. السماح يا هيمه، السماح يا هيمه، احنا غلطنا في حجك ومش هنعمل كده تاني. هتعمل ايه يا هيمه؟ انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا هيمه؟ هتعمل ايه؟ انا رايي يا حمدي انك كنت تاخد منه الفلوس عشان نعمل له قضيه رشوه مظبوطه، والفلوس دي تبقى دليلنا. الاول نصدر اذن من النيابه بتسجيل لهارون علشان نقدر نثبت عليه قضيه تهمه الرشوه. اهم حاجه ان هو بيثق فيك ومطمن انك انت هتساعده في تجويز القضيه. انا من ناحيتي هعمل مذكره لسياده النائب العام بموافقه على التسجيل لهارون، بس على الله ما يتاخرش. ساعتها يا فندم هنقدر نسجله وبشكل قانوني. ولغايه ده ما يحصل عايزك تتواصل معاه وتطمنه على انك شغال في كل اللي هو طلبه منك. كان عايز يكسر لك دراع ولا رش. بزياداك بزياداك يا هيمه، بزياداك. حرام عليك يا هيمه، انت عايز تعمل ايه؟ حرام عليك يا هيمه. بزياداك بزياداك يا هيمه. خلاص يا هيمه، احنا هنقول لك على كل حاجه، هنقول لك على كل اللي ما تعرفوش. سيد عليك النبي بزياداك، حمدان حمدان هو اللي قال لنا نخطفوك، ورحنا المولد وخطفناك من هناك وودناك ليه، وخطفنا خالتك وداد وودناها له كمان. خلا وداد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ بعدين الله يسامحك، الله يسامحك يا سالم، انت وامال ركبتوني الوسواس، قالها البعيد وصدق، ما ينامنيش الليل. اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ عوال الهموم ما ينام يا ولاد. مين دي اتصل بيكي في وقت متأخر كده؟ دي أمي، ربنا يستر. أيوة يا أمه، خير؟ في حاجة؟ خير يا بنتي، مفيش. أنا قلت يعني أتكلم أطمن عليكم. طمني علينا بعد نص الليل؟ ما خدتش بالي إن إحنا بعد نص الليل، يعني قلت أتكلم أستاير معاكم. في حاجة يا أمه؟ حسك مش مطمني. ما فيش، انا بخير وزينه، ما تاخذنيش يعني في المكالمه دي فلتت مني. يلا تصبحوا على خير. وانت من اهل ايه اللي انا عملته ده؟ اكلم بنت افزعها في نص الليل؟ لا ده انا كتاب في وسط العيال مهويه، يقولوا عليها مهويه. لا انا اصلي على سيدنا محمد كده واركز واستهدى بالله، ما ينفعش الا كده. استغفر الله العظيم يا ربي، استغفر الله العظيم. فت الشنطة يا مين. حاضر يا بس. مفيش حاجة يا باشا. ماشي اطلع. مساء الخير يا هيمة. ومالهم بيردش ليه؟ احنا مالنا، خلينا في حالنا. خربانك
بالك زي اللي تكون شفت عفريت. حاجة؟ عاوزك. عاوزني فين؟ قلت لك عاوزك. غير خرجاتي واجي معاك. مفيش وقت. تعال معاي. تعال. وقدنا على فين يا هيم؟ في أمانة جدك عاوزك تشوفه. وقال لي أسلمها لك يداً بيد. أمانة دي اللي جدي عاوزني أشوفها. هتشوفها بنفسك. في زريبة البهائم في بيت جدك القديم. وقفت ليه؟ عشتي دي يا إيمان اللي مسرباني عليها. وجدي عاوزني أشوفها. وفي زريبة البهائم. وطي حسك. الحيطان لي هودان. كنت جاسرات ولا سلاح؟ حاجة زيك ده. جايبني انا اهلي يا هيمة. دلوقتي تشوف. يا مرك يا بس يا مرك اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ليه كده يا بوي؟ ليه كده يما؟ لو تطلعي من بيتك على تربتك او بيت جوزك ده لو اتجوزت تاني هتعملي ايه يا بسمة؟ هتسيبي مستقبلك يضيع وتبقي اندفنتي بالحياه من قبل ما تموتي؟ أنا عارف من جوا وما تقدرش تقتلني عشان خايف من جدي. لا ما هسكتش. وجه اليوم اللي أعمل فيه اللي كان لازم أعمله قبل ساعة. فكر يا هيمة فكر. ايه ما كفاكش تعذيب فيها الليلة طوله؟ فكر يا هيمة. انا ولد عمك اهون عليك زي ما انا هونت عليك وبعدت للي يكسر عظمي. حقك عليه تعز الشيطان يا هيمة. لو كنت عايزهم يزوك بصح كنت خليتهم يقتلوه. ما تقدرش عشان انت جبان. خوفك من جدك هو اللي منعك. حقك علي. فكر يا هيمة. ما تعودهاش تاني؟ لا احلف لك. احلف لك بالله. طيب انا مش هقول لك قول انا مرة عشان ما يصحش. انت ود عمي انا سيبك لنفسك انت تحسها وتسترجل. انا ما هقولش لجدك على اللي عملته عشان تعرف اني لسه شريكه ود عمي. لكن قسما عظما لو عملتها تاني هكلك وتويك هنا في الزريبه مع البهايم ومحدش هيعرف لك طريق.